أخبار هامة وعاجلة للشعب العراقي وردتنا الآن. السلام عليكم متابعي قناة أخبار العراق. قبل البدء لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لتصلكم الأخبار العاجلة والحصرية. وتحت قيادة ولده السيد القائد مقتدى الصدر أعزه الله. الصدر يعود إلى لغة التهديد، احذروا غضبة الحليمة. عاد خطباء التيار الصدري إلى الخوض في المسائل الداخلية بعد فترة اعتكاف طويلة نسبياً، فيما قرأه متابعون إذاننا بقرب عودة التيار إلى المشهد السياسي في العراق. ووجه خطيب مسجد الكوفة هادي الدينيناوي رسائل تحذيرية للطبقة السياسية العليا في العراق من غضبة الحليمة في إشارة إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. وقال الدينيناوي في الخطبة المركزية للتيار بمسجد الكوفة إن الطبقة العليا السياسية التهت بسن القوانين التي تخدم مصالحها الحزبية والفئوية والشخصية، وأضاف: نحن نعتقد أن سبب هذا كله هو سكون الحليمة وليس سكوته، فآل الصدر لا يسكتون، واحذروا غضبة الحليم إذا غضب. وكان التيار الصدري انكفأ على ذاته بعد قرار زعيمه الانسحاب من العملية السياسية لفائدة خصومه في الإطار التنسيقي في يونيو الماضي، على إثر فشله في تحقيق طموحه بتشكيل حكومة أغلبية يتولى قيادتها. وعلى مدار الأشهر الماضية كثرت التكهنات بعودة الصدر إلى الساحة السياسية، لكن قراره الشهر الماضي بتجميد عمل التيار وبدء عملية تطهير من الداخل على خلفية ظهور جماعة تطلق على نفسها أصحاب القضية وتروج إلى أن الصدر هو المهدي المنتظر، أدت إلى إضعاف فكرة عودته قريباً. ويرى متابعون أنه بالنظر إلى مسيرة الصدر فإنه عمليا لا يمكن التكهن بسلوكياته ومواقفه التي عادة ما تأتي مخالفة للاعتقاد السائد. ويستدرك هؤلاء بالقول إن خوض خطيب الكوفة مجددا في السياسة الداخلية للعراق لا يبدو بريئا أو بمبادرة شخصية منها، والأغلب أنه تمهيدا لعودة الصدر إلى الساحة السياسية. ويشير المتابعون إلى أن الصدر كان ينتظر على ما يبدو تفكك ائتلاف إدارة الدولة الذي يقود العملية السياسية الحالية في العراق بالنظر إلى حجم الخلافات بين مكوناته، لكن هذا الرهان طال، وربما يجد أن الأفضل هو التحرك وإعادة تفعيل حضوره. توضيح من محكمة كربلاء بشأن قضية عبد الحميد المهاجر. أوضحت رئاسة محكمة استئناف كربلاء أن المشكو من حميد كزار عبد الرضا الملقب عبد الحميد المهاجر رفض الاستجابة لمذكرة الاستخدام الصادرة بحقه من محكمة التحقيق ابتداء ولمرتين إثر شكوى تقدم بها محاميين تتعلق بإساءة المشكو منه لهما والتهجم عليهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي وإحدى القنوات الفضائية، وكذلك الإساءة للقضاء بوصف القاضي الذي ينظر الدعوى بعبارات خادشة ويرفض الحضور أمام المحكمة وتقديم ما لديه من أقوال. وأكدت المحكمة أنه بحسب المحاميين المشتكيين أن التهجم جاء بسبب دعوى مدنية في محكمة بداءة الحسينية تتلخص بأن المشكو منه المهاجر باع أحد العقارات لموكل المحاميين ثم نكل عن البيع، لذا قدم المشتري عبر وكيله المحاميين المشتكيين الدعوى أمام محكمة البداءة. ومن هنا بدأ المشكو منه المهاجر يظهر في وسائل التواصل الاجتماعي ويسيء للمحاميين وللقضاء مخالفا بذلك القانون، إضافة إلى أن المشكو منه يأوي مسلحين في داره اعتدوا على مختار المنطقة الذي صحب المفرزة التي تنفذ واجبها القانوني، لذا تم القبض على اثنين منهما، كما أن المسلحين داخل الدار وجهوا أسلحتهم النارية غير المرخصة صوب القوات الأمنية لمنعهم من أداء واجبهم، في حين كان بإمكان المشكو منها الحضور بنفسه أو إرسال من ينوب عنه من المحامين إلى محكمة البداءة لتقديم دفوعه بخصوص العقار الذي باعه ونكل عن بيعه، بدلا من مخالفة القانون والإساءة للمحامين والقاضي الذي ينظر الدعوى والظهور في القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي وإثارة أمور جانبية غير صحيحة ليست لها علاقة بأصل الموضوع، مع ملاحظة أن المشكو منه ليست لديه حصانة دستورية أو قانونية، وأن مجرد كونه خطيب لا يعني أنه فوق القانون، وكان عليه باعتباره رجل دين الاقتداء بسلوك أمير المؤمنين علي عليه السلام عندما قبل مقاضاة أحد الأشخاص وحضر أمام القضاء مثله مثل أي مواطن عادي يدفع ما نسب إليه.
الرافدين دفعة جديدة من سلف الحشد الشعبي تصل إلى 25 مليونا. أعلن مصرف الرافدين عن إطلاق دفعة جديدة من سلف الحشد الشعبي إلكترونيا، وأوضح المكتب الإعلامي للمصرف في بيان أنه تم صرف دفعة جديدة من سلف الحشد التي تبدأ من 5 مليون ولغاية 25 مليون، مشيرا إلى أن رفع السلف تم عن طريق البطاقات الإلكترونية أسوة بمنتسبي الداخلية والدفاع من المواطنين رواتبهم على المصرف بعد أن باشر المصرف بمنحهم السلف مسبقا. ولفت البيان إلى أن المصرف ماض في منح السلف لمقاتلي الحشد الشعبي تقديرا للتضحيات التي قدموها في الدفاع عن الوطن، وسيكون إصدار السلف على شكل وجبات وبحسب الجداول والتوقيتات. هروب لاعبة من معسكر المنتخب الوطني في فرنسا. أفاد مصدر مطلع بهروب اللاعبة هيفاء جديدة من معسكر المنتخب العراقي لطلب اللجوء في فرنسا. وقال المصدر إن اللاعبة تركت المعسكر وهربت من مكان الإقامة في باريس بهدف الحصول على لجوء في فرنسا، وأضاف أن اللاعبة لديها تأشيرة لمدة شهر في فرنسا، وكانت ضمن وفد المنتخب النسوي الذي يقيم معسكرا في باريس. يذكر أن الاتحاد العراقي لكرة القدم أطلق العام الماضي مشروع رعاية كرة القدم النسوية بالتعاون مع السفارة الفرنسية والاتحاد الفرنسي لكرة القدم، والذي يشمل رعاية وتطوير 100 لاعبة لثلاث فئات. باحث يحدد ظاهرة مقلقة تتلاعب بأسعار الدولار على البنك المركزي التدخل. حدد الخبير في الشأن الاقتصادي نبيل التميمي عدة أسباب لارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازي، فيما شدد على ضرورة اتخاذ خطوات سريعة من قبل البنك المركزي العراقي. وقال التميمي أن البنك المركزي العراقي مطالب بتقديم إجراء تسهيلات أكبر للشركات والتجار وصغار التجار وطلبات التحويل المالية وإزالة العقبات وتسهيل الإجراءات أكثر فأكثر تجاه تلك الطلبات وتمرير الحوالات بسرعة أكبر حتى لا يكون هنالك طلب على الدولار بكثرة في السوق الموازي وتعود أسعار الصرف للارتفاع. وبيّن أن هنالك صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي إضافة إلى تطبيقات تروج وتنشر أسعار الصرف بالسعر في السوق الموازي وليس الرسمي، وهذا الأمر يسبب أرباكا في السوق ويجعل أسعار الصرف مرتفعة، ولهذا يجب إيقاف تلك الصفحات والبرامج بالتعاون ما بين البنك المركزي والجهات الحكومية ذات الاختصاص. فهذه الصفحات هي من تتحكم في السوق السوداء للدولار، وهي وراء الارتفاع الأخير خلال الأيام الماضية.